حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة سؤال يتكرر كثيرا، وكثير من الناس يخطئ في تناول الإجابة عليه. إنسان لديه أعمال صالحة، طبعا كلمة عمل صالح هنا يجب أن نفهمها بالشكل الصحيح، يعني مساعدة الفقراء مثلا لا يمكن أن نعتبره عملا صالحا إلا إذا ابتغي به وجه الله. ما معنى صالح؟ أي يصلحك أيها الإنسان، يجعلك أكثر صلاحا. فإذا أطعمت فقيرا من أجل الشهرة والرياء والنفاق، أنت لا تأخذ أجر على هذا العمل. لذلك يوم القيامة أيها الأحبة، كثير من الأعمال لا يؤجر عليها الإنسان، بل قد يدخل بها جهنم والعياذ بالله. المنافق يمكن أن نراه في شكل يصلي، شكل خارجي يعبر عن إنسان مسلم، ولكن قلبه أسود، نفاق داخلي أيها الأحبة. إذن أيها الأحبة، إنسان لديه أعمال، يطعم الفقراء، يعمل يعني كثير من الأعمال الصالحة، هل يمكن إذا لم يؤمن بالله أن يدخل الجنة؟ هو هذا السؤال هنا أيها الأحبة. الجنة أيها الأحبة ينبغي أن نعلم أنه لا يدخل الجنة إلا إنسان مؤمن، ولكن هنا ملمح أن هذا الإنسان كيف مات لا أحد يعلم. لذلك أحبتي لا نستطيع أن نحكم على أحد. يعني مثال، أنا أتذكر الآن تلك المرأة التي ليس لديها حسنات، ولكن كانت سقت كلبا غفر الله لها، ولكن كيف كانت خاتمتها؟ كلمة غفر الله لها، يعني لم تمت على الكفر، الله تعالى هداها للإيمان ولو قبل ساعة من موتها. وبالتالي أيها الأحبة، الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار حتى إذا ما بقي بينه وبينها إلا ذراع، يعني يوشك أن يدخل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس، إنسان يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب قبل الموت بلحظات، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذه معادلة صعبة أيها الأحبة، لا نستطيع نحن البشر أن نعلم ماذا في النفوس، ولا نستطيع أن نعلم ما هي الحالة التي مات عليها الإنسان. لذلك أحبتي في الله، رجاء لا تحكموا حتى على الملحد، تقول أنه سيدخل النار، لا تحكموا هذا الحكم. لا تدري قبل موته بساعة هل سبق عليه الكتاب أم لم يسبق، تمام أيها الأحبة. لذلك أحيانا يموت إنسان ملحد، فيسرى بعض المسلمين أو بعض من لديهم قنوات على اليوتيوب إلى جهنم وبئس المصير. هذا الكلام نحن لا نعلم الغيب، نحن نحكم على أفعاله. بالفعل الإلحاد يؤدي بك إلى النار، أما أن تحدد هذا الشخص بالذات، أنت هنا يعني تتجاوز الحد الذي حدده الله لك، أنه لا يعلم الغيب إلا الله. نحن لدينا في قصة فرعون عندما أدركه الغرق، القرآن أخبرنا أنه مات كافرا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. أما مثلا آسيا مرت فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعماله ونجني من القوم الكافرين. هذه المرأة في الجنة بنص القرآن، ولكن أنا لا أستطيع أن أعلم أن هذا الذي عمل أعمال البر
هل تاب الله عليه أم لا؟ هل مات كافرا أم لا؟ ولكن أنا لدي قواعد، انتبهوا أحبتي في الله. القاعدة تقول لا يدخل الجنة إلا إنسان مؤمن، والدليل من القرآن. الله تعالى يقول عن الجنة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن المتكبر لا يدخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان في قلبه ذرة من كبر لا يدخل الجنة. المشرك الذي مات على الشرك، هنا المعادلة الصعبة أيها الأحبة، أننا لا نستطيع أن نعلم الحالة التي مات عليها هذا الإنسان، لم نكن معه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذن نستطيع أن ننهي هذا الموضوع ونقول أيها الأحبة، لا تحكموا على أي إنسان مؤمنا كان أو فاسقا أو كافرا أو ملحدا، قل الله أعلم واحكم على السلوك. قل الشذوذ الجنسي والزنا يؤدي بك إلى النار، هذا صحيح. الشرك بالله يؤدي بك إلى النار. بر الوالدين يدخلك الجنة، وهكذا. أما أن تحكم على أشخاص، أنا أتصور أن هذا الأمر من الناحية العلمية غير صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.